ازيكم عاملين ايه؟ هنشرح النهارده اغنية بعيش للفنان تامر حسني، يلا بينا. اول حاجة في الاغنية بتقول ايه؟ فامي على اول وتر اول فريت، مي نفس الوتر اوبن، يبقى سول هناخدها بسلايد لحد اللا من الفريت الثالث للفريت الخامس، يبقى زيرو واحد سلايد، وهلعب تاني بعد السلايد هلعب لا كمان مرة، يبقى سول سول فريت الثالث، يبقى فريت على اول وتر، وبعدين ري الوتر التاني الفريت التالت، وبنزل بعد كده فامي اول فريت، وبعد كده نفس الوتر اوبن، يبقى الجزء كله على بعض بيقول ايه؟ تمام. بعد كده نفس الجزء بس الجزء الاخير بيتغير لحد الفا، وبعد كده ري الوتر التاني الفريت التالت، الوتر التاني الفريت الاول، وبعدين نفس الوتر اوبن، يبقى من اول خالص الكلام. الجزء الاخير بس يتغير، ري دو سي الفريت التالت على الوتر التاني الفريت الاول، بعدين نفس الوتر اوبن، بعدين حبيبي ارجع، ري ري الوتر التاني الفريت التالت، بنزل على اول وتر فامي اول فريت، وبعد كده نفس الوتر اوبن، يبقى ري ري دو اول فريت سي اوبن، بعد كده دو ري مي اول وتر اول فريت على اول وتر على تاني وتر سوري، بعد كده فريت التالت نفس الوتر، بعدين اوبن او الوتر تحت، يبقى سول فا مي فريت التالت على اول وتر فريت الاول، بعدين اوبن. تمام، عشان هبدأ عيد الجزء من اول تاني، يبقى من اول خالص كده نلعبها بالراحة. يعيد من اول تاني، هنا بقى التغيير عشان نخش على الكوبليه التاني بنلعب الثلاث نغمات دول، يعني كنا بنقفل كده ننزل على الوتر الاول نلعب الفريت الرابع الخامس وبعد كده السابع من السبع الاول والثاني والرابع. تمام، بعد كده الكوبليه بتاع بيت غيب بتلعب ازاي؟ بيت غيب فريت الثامن السبع الرابع
مرتين، هلعبه كمان مرتين، بعد كده هرجع الفريت السابع، بعد كده الثامن، بعد كده السابع، بعد كده الثامن، بس هاخده بسلايد لحد العاشر. يبقى واقفل على الفريت السابع، يبقى بتغيب اكمل. احنا قفلنا عند الفريت السابع، بلعبه مرتين، وبعدين الفريت الخامس، يبقى سبعة سبعة، خمسة سبعة، خمسة سبعة، ثمانية اللي نغمة دو، وبعدين الفريت الخامس نغمة لو، يبقى بعد كده لا سول، الفريت الخامس، الفريت التالت، خمسة تلاتة، خمسة تلاتة، خمسة سبعة. أو ممكن نلعبها نغمة هنا، دي سول هي دي، بدل ما أرجع ورا ممكن نعمل كده، اللي هي الفريت الثامن الوتر الثاني، هي دي هي دي. يبقى اللي هي سول فامي، الفريت الثالث، الفريت الأول، أوبن. ممكن نلعبهم هنا برضو كده على الوتر الثاني، ثمانية ستة خمسة، تمام، وبعدهم تاني بتغيب. تمام، في بقى سولو في النص بيقول ايه؟ ري الوتر التاني الفريت التالت، بعدين مي او الوتر اوبن، سول فا الفريت التالت الفريت الاول، يبقى لا سول فا مي الفريت الخامس، وبعدين الفريت التالت الاول اوبن، بيتعاد تاني. خمسة تلاتة واحد وين، بعدين بلعب ليجادو. ليجادو بتلعب ازاي؟ احنا اول وتر بلعب مي فا مي بس بضرب واحد، بطلع على نغمة ري، الوتر التاني الفريت التالت، وبنزل مي اوبن تاني اول وتر، يبقى وبعدين عشان نعيدها من اول تاني، اللي هي سول فا مي، نفس الكلام برضو، تعيدها كم مرة. طبعا لو انت مستواك يعني متوسط او فوق المتوسط بتلعب السلايد ليجادو، ممكن تزود يعني حته زي بتغيب دي مثلا، بدل ما تروح على 8 8 مثلا كده على طول، ممكن تاخدها بسلايد. ممكن برضو بدل ما نعمل كده ممكن تلعب ليجادو، ومستواك وكده. التاب بسيط جدا، هي اغنية بسيطة مش صعبة، وتقدر تلعبها يعني من غير اي زيادة سلايد او ليجادو. ولو حابب ان انت تضيف سلايد ليجادو اي حاجات اضافية من عندك هتبقى احلى طبعا. اتمنى يكون الشرح بسيط وعجبكم، وقولولي عايزين اغنية تانية هنزلها لكم قريب. سلام.